السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب للمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش تفعيل باريديمو باستعمال بطاقة ذهبية فقط. ندخلوا بطاقة ذهبية بهذه الطريقة. ومن بعد نضغط على عربية. ومن بعد ندير مود باس بهذه الطريقة خاوتي. تجيني هذه الواجهة. احنا واش نديرو؟ نضغط على خدمات النقال. ومن بعد تجيني هذه الواجهة الثانية. هنا واش يقول لك؟ التفعيل ايقاف خدمات باريديمو. نضغط عليها. ومن بعد هنا واش يدي خيارات خاوتي؟ هنا تفعيل خدمات او توقيف خدمات. اذا تحوست تفعيل باريديمو باش تسجل في باريديمو وتريد تحول الاموال وتسحب الاموال بدون بطاقة، دير تفعيل باريديمو. تحوس انت دير ايقاف خدمات باريديمو، مثال مش محتاج باريديمو دير ايقاف. دير التفعيل بهذه الطريقة خاوتي. هنا دير ادخال رقم الهاتف مربوط ببطاقة ذهبية. دير رقم الهاتف بهذه الطريقة خاوتي، شوفوا معي مليح. ومن بعد دير المتابعة. سيتم التفعيل باريديمو بهذه الطريقة. مهم خاوتي، عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس يصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.